السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب دار الثقافة الأهلية، تحية طيبة وبعد. النهاردة هنتكلم مع بعض عن درس قسمة الكسور العشرية. طبعا لما نتكلم عن عملية القسمة، يعني ترى درس، يعني أنا عارف إن كلنا ما نحب القسمة، لكن هي القسمة موضوعها بسيط. أصل القسمة يا شباب عكس الضرب. يعني لما أقول لك 6 2 ضرب 3 بيساوي كام؟ بيساوي 6. 2 ضرب 3 بيساوي 6. إذن ده معناته إيه؟ ده معناته إن الستة لو أنا قسمتها على 3 تطلع 2، لو أنا قسمتها على 2 تطلع 3. بمعنى إيه؟ يعني لو قلت لك 6 قسم 3، كأني بسألك بقول لك إيه العدد اللي أضربه في 3؟ يديني 6. هل 3 في 2؟ هل 3 في 3؟ فأنت بتفكر إيه اللي بضربه بيديني 6. وطبعا لما نوصل لدرس القسمة ده معناه أننا أتقننا تماما جدول الضرب. مستحيل يقعد طالب يمسك مسألة قسمة ويقول لي هحل مسألة قسمة وهو مش حافظ جدول الضرب. يبقى أنت كده بتهزر، مينفعش. مينفعش. عشان تحل مسألة قسمة تمام، يبقى أنت حافظ جدول الضرب 100%. إنما تقول لي أصل أنا مش حافظ الجدول جاي أحل مسألة، يبقى أنت بتلعب. ده كده بيبقى لعب ده. طيب تعالوا نشوف مسألة مع بعض كده ونشوف الفكرة ماشية ازاي. هو بيقول لي ان قسمة الاعداد الكسرية على عدد كلي، هنبدأ الاول بعدد كلي، مش هنقسم عدد كسر على كسر، لا هنقسم كسر على عدد. نفس خطوات القسمة العادية جدا. طيب نشوف كده مسألة. اوجد ناتج 6.8 قسمة 2. 6.8 قسمة 2. طبعا تقديرا 6.8 انا هي المفروض تقديرها 7. المفروض تقديرها كام؟ 7. بس انا لو قلت 7 قسمة 2، 7 قسمة 2 ما تقبل القسمة، صح؟ فعشان كده 6.8 اخليها 6. ليه اخليها 6؟ اخليها 6 لانه اقرب عدد يقبل القسمة على 2. ما ينفعش اقول ايوه التقريب الصحيح ل 6.8 تقديرها الصحيح هو 7، لكن انا مش عايز 7، انا عايز 6 لانها تقبل القسمة على 2، فاخدت الاقرب يعني. يبقى هيطلع في النهائي تقديرا كده تقريبا 3. طب تعالوا نبدأ مع بعض نشوف المسألة بالظبط هتتحل ازاي، نحطها تحت بعض كده. فاكرين عملية القسمة كده؟ حرف الكاء 6.8 قسمة 2. بنبدأ القسمة من اليسار يا شباب، بنبدأ القسمة من اليسار، وخلي بالك ان خطوات القسمة 3، نضرب نقسم نطرح. خطوات القسمة 3، نقسم نضرب نطرح. انا اتلخبطت. نقسم نضرب نطرح، يعني في الاول هتقسم، بعده هتضرب، بعده في النهايه هتطرح. طيب تعالوا نمسك رقم 6 قسمة 2 3. تلاحظ ان احنا كاتبين 3 فوق اهو، اهي 3 فوق على اليسار. 6 الاولى قسمة 2 فيها 3، ونضرب نشوف في باقي ولا لا. 3 ضرب 2 6، اهي تحت، اهي 6 تحت اهي. طيب طرحنا 6 ناقص 6 0، ما في باقي. ومعايا في الخطوات؟ طيب خلصت الستة، ننزل بمين؟ التمانية. ننزل بالتمانية. تمانية قسمة اتنين كام؟ تمانية قسمة اتنين 4. تمانية قسمة اتنين 4. 4 ضرب 2 8. 8 ناقص 8 0. المسألة انتهت بصفر، معناته ان انت خلاص خلصت الحل. يبقى في النهائي طبعا وانا بقسم يا شباب 6 قسمة 2 طلعت 3. قبل ما انزل التمانية واقسمها في علامة عشرية، في علامة عشرية اطلع بيها فوق في الجواب، يبقى تطلع بيها جنب التلاتة في فصل عشرية، وبعدين ابدأ انزل التمانية واقسم. يبقى عملية القسمة زي عملية القسمة العادية، لكن في النهائي وانا ماشي في المسألة اذا قابلت العلامة العشرية هطلع بيها فوق جنب الرقم واكتب زي ما انتم شايفين. بعد ما قسمنا الستة هبدأ أطلع العلامة فوق وبعدين أقسم التمانية ويطلع الناتج عادي جدا، وفي النهائي الجواب هيكون 3.4. يبقى ناتج القسمة 3.4. طبعا لو كان تقريبا كام؟ كان تقديرا فوق عاملينه كام؟ 6 قسمة 2 3. طيب تمام. واحد يقول لي يا أستاذ والله المسائل القسمة، مسائل القسمة محتاجة تماما إتقان تام لجدول الضرب، مفيش كلام يعني. طيب نشوف أول مسألة. 57% قسمة 3. طيب لدي 5.7 قسمة 3. مسألة ملخبطة، العلامة مش واضحة فيه.
طيب يلا نشوف كده المسألة اللي بعديها أحسن. بسم الله نشوف المثال ده. قسمة كسر 10، طبعا المسائل اللي فاتت دي يا شباب كلها موجودة في الكتاب اللي هي تحقق من فهمك، أنت هتحلها مع نفسك وتدرب على الناتج. طب تعال نشوف نقسم كسر 10 على عدد كلي من منزلتين. يعني هنقسم 7 و7 من 10 قسمة 14. طبعا 7 قسمة 14 نص. تقديرا كده 7 و7 من 10 نخليها 7 لأن تقبل القسمة على 14 فيها النص يعني. طيب تعالوا نحطهم تحت بعض كده، 7 و7 من 10 قسمة 14. نبدأ رقم رقم من اليسار. 7 قسمة 14 كام؟ الـ7 كام فيها 14؟ طبعا صغيرة ما فيها ولا 14، يبقى طلعت صفر فوق اهي، شايفينها؟ صفر اهو، صفر. 7 قسمة 14 صفر. طيب بعد كده العلامة العشرية نطلعها فوق، برافو عليكم، نطلع بالعلامة فوق لغاية دلوقتي ما قسمنا. طيب نيجي ناخد رقمين، 77 قسمة 14. 77 قسمة 14. ها؟ 77 قسمة 14 فيها الخمسة. 77 قسمة 14 فيها الخمسة، أقرب شيء ليها. لأن 5 ضرب 14 70. 5 ضرب 14 70. طيب بعد ما نطرح 77 ناقص 70 هيكون باقي كام؟ 7. طيب المسألة خلصت، أزود صفر عادي وانزل بالصفر تحت. صارت المسألة 70. 70 قسمة 14 فيها الخمسة. 5 ضرب 14 70، يبقى قسمنا وضربنا وطرحنا في النهاية طلعت صفر. يبقى كده المسألة هتكون 55 من 100. 55 من 100. 55 من 100. كده انتهت المسألة. طيب تعالوا نشوف مسألة تاني. طبعا بالمقارنة طلعت نص اهي زي اللي فوق تقريبا. يلا نشوف تحقق من فهمك. اوجد ناتج القسمة 49 من 100 قسمة 15. حضرتك هتعمل حرف الكاء عادي جدا وتبدأ تحط المسألة وتكسب. طبعا 9 من اليسار قسمة 15 ما تقبل، يبقى هاخد 94. 94 قسمة 15 فيها تقريبا 6. تمام، طبعا العمل العشرية نزلت، الستة خلصت، هتلاقي باقي 4. 48 قسمة 15 فيها 3 أو الاتنين. يعني تمشي كده مع المسألة خطوة بخطوة وتحطها تحت بعض. طبعا المسألة دي محتاجة تتكتب كده في الورقة وتقعد مع نفسك كده تسمع الجدول وتبدأ تحل، هتوصل معاك الأمور تمام في النهاية. طيب 4 و39 من 100 قسمة 4، برضو 3 قسمة 4 صفر، والعلامة تنزل أهي صفر وبعدين العلامة، وبعدين تبدأ 34 قسمة 4 فيها 8 أقرب شيء، لأن 4 ضرب 8 32. لازم يا شباب وأنت بتختار الرقم يكون أقل من الموجود عندك. يعني 34 قسمة 4 فيها 8 مو 9، لأن 9 فيها 36 ما تنفعش. فأنا باخد 8 لأن 8 ضرب 4 كام؟ 32. طيب 8 ضرب 4 32، يبقى باجي معايا 2 صح كده؟ باجي 2 يبقى 29. 29 قسمة 4 فيها 7. 4 ضرب 7 28. 28 هيكون باقي كام؟ 1 صح، عشان هي 29 هحط له صفر، يبقى 10 قسمة 4 2، عشان 2 في 4 ب 8 اقرب شيء لل 10. ما ينفعش اقول 3، 3 في 4 12، لكن 2 في 4 ب 8 اقرب شيء لمين؟ لل ها لل 9. طب تمام، يبقى فيها ال 2 وباقي معانا ها 2. طبعا احط صفر جنب ال 2، 20 قسمة 4 فيها الخمسة. طبعا الامور محتاجة ورقة وقلم، تدريب كتير على خطوات القسمة علشان في النهاية توصل للاجابة الصحيحة بسلاسة، وتتعود على خطوات القسمة تكون تلقائية معاك. ويعني ان شاء الله درس كل شيء بالتكرار وبالتعليم بيكون بسيط ان شاء الله مهما كانت صعوبته. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.